يسلموا ايديك كتير كوثر خانم، مو معقول شو ان شاء الله. الف نعيما يا حبيبتي. لا تاخذيني، اخرتك شوي يمكن. لا ولا يهمك كوثر خانم، يسلموا ايديكي. الحقيقه نحن على طول عم نعذبك. لا تقولي هيك، عيب شو مني. تفضلي هي جاكيتك. يسلموا ايديكي، شكرا. جميله خير، ليش قاعده هيك ومبوزه مثل اللي اكله شي قتله؟ يعني شو بدك يعني ساوي؟ اوف لك انت، حتضلي قاعده هيك؟ قومي من وشي، بدك احلى من هالجو؟ قومي تمشي شوي. لوحدي؟ ايه شو فيها يعني، كل الناس بيتمشوا اثنين اثنين مع بعضهم؟ بدك يعني اتمشى لحالي بالشارع مثل الهبله؟ يلا بخاطركم، مع السلامه حبيبتي. يسلموا ايديكي كوثر خانم. الف نعيما، وتعالي زورينا بالبيت. طلعي فيني، انت رحتي فطرتي مع مهند اليوم؟ دخلك شو حكى مشان صور مؤيد اللي بالجريدة؟ ولا شي، وقت اللي وصلت لعندهم كان الخبر بعيد. ايه والله هيك خبر الناس بيضلوا عم يحكوا فيه لسنة، لأنه مثل القنبلة. لسه بكرة بس نشوفه لمؤيد بالحارة من تحت لتحت من طقطق له البراغي. ايه ولو ما رح خلي هالخبر يبات. جميلة شوفي، إذا بدك تضلي مبوزمة وتقعدي هيك مثل الأرامل والله ما رح كون مبسوطة. لكي أنا اللي فيني مكفيني، مو ناقصني. ها أوف، أنا كتير متضايقة. شو صار؟ إيه وقت رحت على بيت علي لقيت مهند وزينب بالبيت. العمى زينب وقت اللي شافتني قلبت خلقتها أكيد. هلأ شكرا لك، موفقين. مع السلامة. الله معكم، مع السلامة. خلي شكيب بيك يدوق انه هن انتازة، رأيه كتير مهم بالنسبة لألنا. أكيد، وإن شاء الله رح نرجع لعندكم بأقرب وقت. أهلا وسهلا، بقية ساعة بتجوا فيها، بتشرفونا. شكرا لك. مع السلامة، مع السلامة. الله معكم. شكرا. من وين خطرت على بالك هالفكرة يا مهند تعمل كعك روكانلي؟ والله هذا الإلهام. خفت بالأول بس طلعت طيبة. برافو عليك، تسلم إيدك. بس لازم المرة الجاية نصغر القطعة شوي لحتى تستوي من جوا. نصغرها مو مشكلة. طيب بابا بدك شي مني؟ أنا بدي روح. لا ما بدي شي، أخدهم على البيت؟ لا بابا، هدول رح دوقهم لزينب وجميلة وشوف شو رأيهم بالطعمة. ماشي، يلا مع السلامة. الله يسلمك. شباب شو؟ تعالوا نطفوا الطاولة. ايه ماشي. مهند خلص شغله منيح، الله يوفقه. اكيد راح نريد ذوقنا من الكعك. معلش ما في زحمه، يلا راح نخليه يفوت. جميله مسكي السيشوار وركزي معي شوي. لك شبك طمني، عجبهم الشغل؟ والله ما بعرف، انت هلا بتذوقيهم وبتحكمي اذا طيبه. ماشي دوقي هاي بالأول. طيب بشو عاملينا؟ بالجبنة؟ هاي بالجبنة الفرنسية يا روحي، بتجنن وبتاخد العقل. وهي عاملينا بكروكان. ما
مو معقولة قديش هي طيبة. صحتين، المهم تعجبهم إلهم وقتها بتصير بتجنن، رح يبيعوها بسلسلة المحلات تبعهم. رح تعجبهم وما رح يحكوا عليها ولا كلمة. الله يسمع منك. صحيح، وينو أبوكي؟ راح على موعده ما هيك؟ راح. وين وقعت هي؟ بدي أكلها. أنت بقياني هون؟ لا بس قلت بستناك هون، قلت بتجي ومنروح أنا وياك سوا. صراحة أنا كنت خايفة إنك ما تجي. معقول ما اجي لعندك يا حلوة؟ وين بدي روح؟ يلا خلينا نمشي. ماشي، لكن رح سكر واجي وراك. زينب، انا رح مر على جميلة دوقة من الشغلات اللي معي، بستناكي برا. مهند، بدي اطلب منك شغلة. خير؟ اذا بتريد لا تمر على جميلة، انا حابة انه نبقى لوحدنا اليوم، ما في داعي جميلة تكون معنا. بس نحن اتفقنا نقضي هذا اليوم كلنا مع بعض، كيف رح نتركها لحالها؟ طيب ماشي، يلا جهزي حالك. هاي ليكم طلعوا. جميلة امي لوين؟ احنا متفقين نروح سوا، كملي لحالي. يا بنت تعالي امسكي لي السيشوار تاعي. ماما انا رايحة مع زينب ومهند على بيت علي، اذا تأخرت بتصل. عجبك على هالجيل؟ عجبك. شغلي حطي هون. صحيح ذكرت، شفتي هلا انجلينا جولي بحفلة الأوسكار كيف قاعدة؟ ما قد رجلها نص متر لقدام. مادة رجلة وقاصعة ظهرة. ايه بس طبعا هي مشهورة. هلأ لو نحن بنعمل هيك شي الناس بتضحك علينا، ما هيك؟ بس في ناس ما بتحبها. بالناقص دخلك، هاد كله بيكون حسد وضيقة عين. لك هاي انجلينا جولي بنظرة منها بتخلي اعظم زلمة يركع قدامها. رايحين على كافيتيريا العيلة؟ عيلة شو؟ شو بده ياخدنا عليها؟ خلينا عم نتمشى أحسن. طيب خلينا نروح نتمشى على الشط. ماشي، فكرة كتير حلوة، وبنشرب شي شغلة أوكي. كمان وبعدين منروح على البيت ومنطبخ أكلة طيبة. من كل عقلك زينب، إلي من الصبح عم بشتغل بالفرن وبالأخير بدك تفوتين على المطبخ. مو القصد إني شغلك، بس حابة نطبخ مع بعضنا. إيه ما في داعي، منجيب من المطعم. خلينا نمرق على المكتب اللي بشارعنا، بناخد فيلم نحضره المساء. يصير، والمساء من فرق عبوشار كمان. انت كتير بتحبي البوشار. بحبك اكتر. رح نقعد بالجنينة ونفرش الطاولة. صحيح، على سيرة الجنينة، جنينة بيت علي كتير حلوة وشرحة وهنيك، المكان مريح وما حدا بيزعجنا. بصراحة هلأ خطرت لي فكرة، ما في داعي ننزل على الشط، هلأ بيكون في ناس هنيك وزحمة كتير. على طول هنيك في زحمة حياتي. لكن خلينا نروح على بيت علي، امشي. بس بالأول خلينا نروح على المول، ما في شي بالبراد عند علي. ماشي، منعبيله البراد للبطال.